بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة صاد من الآية 45 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. وهذه الآيات كما سمعتم تأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكر هؤلاء العباد الصالحين الذين قاموا لله بالعبودية على وجهها الصحيح، وأن يتأسى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم في درس سابق بأن القصص القرآني من أنفع القصص للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته، فهو تثبيت لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت لقلوب أمته، وهو يحض على الاقتداء بهؤلاء الصالحين. وذكر في البداية إبراهيم، واذكر عبادنا إبراهيم، وإبراهيم هو أبو الأنبياء ورسولنا صلى الله عليه وسلم من ذريته، وقد اختاره الله تبارك وتعالى خليلاً، واختار محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. إبراهيم عليه السلام هو الذي نسير على ملته، فإن المسلم يدعو في دعائه في أذكار الصباح والمساء: أمسيت على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم. انتبهوا هنا، وعلى ملة أبينا إبراهيم، حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولهذا فإن تذكر حال إبراهيم التي ذكرها الله عز وجل في القرآن والسنة من أنفع ما يكون للعبد، لأن ملته هي الملة الحنيفية السمحة. ولا يمكن أن نحيط بما يتعلق بإبراهيم عليه السلام في درس من هذا الدروس، لكن نشير إلى مسائل مهمة في حياة إبراهيم عليه السلام. فإن إبراهيم نور الله قلبه فصار يدعو إلى توحيد الله عز وجل في مجتمع كلهم يخالفونه، حتى والده يخالفه في ذلك ويعاديه. وقد تلطف عليه السلام بأبيه وتلطف بقومه وبين لهم براهين التوحيد، وبين لهم بأن العبادة لا تصلح إلا لله عز وجل، لأنه الخالق لكل شيء
والقادر على كل شيء. ولهذا لما بدأ بدعوة أبيه بيَّن لأبيه بأن هذه الأصنام التي يعكفون لها لا تنفع ولا تضر ولا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر، ولكن أباه قد اعتاد على هذه العبادة المنحرفة فصار يجادل عنها. ولما سمع به نمرود زمانه، حاكم زمانه المتغطرس المتأله، صار يجادله في الله عز وجل، وصار يتجاهل ربه الذي خلقه من العدم. فبين له إبراهيم بأنك أنت لا تحيي ولا تميت، والله هو الذي يحيي ويميت. وهذا من أقوى الحجج، فإن الذي يحيي ويميت هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي ينبغي أن يكون الناس عبيد له، وليس هناك أحد يستطيع أن يحيي ويميت إلا الله سبحانه وتعالى، لأن البشر كلهم يموتون والرب لا يموت. فهم هذا يدل على ضعفهم، حيث لا يستطيعون أن يفعلوا كل شيء فهم يموتون رغم أنوفهم. ولهذا قال له الله هو الذي يحيي ويميت، لكن هذا المجادل بالباطل المتكبر المتغطرس جاء برجلين استحق أن يعدما، ثم أمر بإعدام أحدهما وأمر بإطلاق سراح الآخر، وقال أرأيت يا إبراهيم كيف أنا أحيي وأميت؟ وهذا ليس هو الذي يريده إبراهيم عليه السلام. لما يقول عن الله أنه هو الذي يحيي ويميت يعني يحيي من العدم ويميت الخلق، أما أن يقتل شخص شخصاً فهذا ما يسمى إماتة، ولا يستطيع أن يحيي من العدم شيء. لكن إبراهيم مما ثبته الله له بالحجج الواضحة البينة لم يقف عند هذا كثيرا، فقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فإن الذي يستحق أن يعبد هو الذي يقدر على كل شيء، الذي يقدر على كل شيء هو الذي يعبد، أما العاجز فهذا لا يعبد، الذي فيه عجز وفيه حاجة وفيه فقر فهذا لا يستحق العبادة. وكل الأصنام التي يرمزون لها هي من هذا الجنس، هذه الأصنام والأوثان، وإن زعموا أنهم صلحاء أو ملائكة أو نحو ذلك فإنهم من هذا الجنس، فهم يموتون وفيهم عجز ولا يقدرون على كل شيء. ولهذا قال له إبراهيم عليه السلام فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، لأنه احتال في الحجة الأولى بحيلة باطلة، لكن ما استطاع أن يحتال في الحجة الثانية. فهذا موقف من المواقف العظيمة الذي وقفها إبراهيم عليه السلام، الذي أمرنا الله عز وجل أن نذكر سيرته وأن نتبصر فيها. الموقف الثاني أنه أراد أن يبرهن لعباد الأصنام عملياً بأن هذه الأصنام ذليلة فقيرة لا تدفع عن نفسها ولا تنفع ولا تضر. فترك أهل القرية حتى خرجوا من قريتهم في عيد لهم، وتخلف عنهم وكسر الأصنام تكسيراً بالفاس، ثم وضع الفاس في رقبة الصنم الكبير، فلما جاءوا استعظموا هذا الفعل، يكسر الآلهة يكسر الأرباب، هذه محل التقديس والتعظيم، من يجرؤ على ذلك؟ لا يجرؤ عليها إلا من عرف حقيقتها مثل إبراهيم عليه السلام. فسألوه
لأنهم سمعوا عنه أنه ينتقص هؤلاء الأصنام، هذه الأصنام ينتقصها ويقول لا تنفع ولا تضر، فسألوه فأشار إلى كبيرهم، والفاس معلقة في رقبته، يعني هو الذي فعل، وقال اسألوهم إن كانوا ينطقون وهم يعلمون أنها لا تنطق، فمعنى ذلك أن فيها نقص لا تتكلم، فهذا نقص إذا كان لا يستطيع أن يبين ما عنده فهذا نقص فيه، والذي يعبد لا بد أن يكون كامل من كل الوجوه لا نقص فيه. فلما عرفوا أنه هو الذي كسرهم أرادوا أن ينصروا آلهتهم بالباطل، فجمعوا له الحطب كما تعلمون القصة وأشعلوا النار حتى صارت يعني تحرق أمم، وليس شخص واحد، لكن هم يريدون أن يشتهر الأمر لأنهم جمعوا فيها حطب كثير وأشعلوها فترة حتى إن الطيور إذا مرت في الهواء تسقط من شدة الحرارة، وليس الهدف التحريق فحسب، بل لبيان أنهم بالغوا في نصر أصنامهم وليشهد الناس هذا العذاب العظيم، لكن الله سبحانه وتعالى أبطل كيدهم ومكرهم فأنقذ إبراهيم عليه السلام من النار وقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأي موقف إيماني توحيدي أعظم من هذا الموقف، أن يبيع نفسه لله عز وجل لأنه فعل ما فعل بالأصنام وهو متوقع أن قومه سوف يفعلون به أشياء عظيمة، لكنها هانت عنده في بيان التوحيد للناس وبيان بطلان عبادة الأصنام، فهذا موقف عظيم، وإيمانه لا يزال حتى بعد أن وضع في المنجنيق، المنجنيق هو الذي يضعون فيه، كانوا يضعون فيه الحجارة الكبيرة التي تدك الحصون ويرمون به، فقد وضعوه في المنجنيق ليرموا به في النار من بعيد، وهي حالة في يعني قريب من النهاية لولا قوة إيمانه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى وصفى قلبه، وكانت الملائكة تدعو، حتى أن الملك الموكل بالمطر كان يطلب من الله أن يأذن له أن ينزل المطر على النار ليطفئها، ولكن أمر الله أسرع من هذا المطر، ويعترض جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم في المنجنيق ويقول يا إبراهيم هل لك حاجة؟ فيقول أما إلى الله فنعم وأما إليك فلا، يعني أنت مخلوق مثلي فحاجتي متعلقة بالله عز وجل، وقد قال حسبنا الله ونعم الوكيل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد قال إبراهيم عندما ألقي في النار قال حسبنا الله، يعني يكفينا الله ونعم الوكيل الكافي، يكفينا الله، ولهذا قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكان في برد وسلام والنار تلتهب من حوله، وهذا أمر واضح بنص القرآن مما يدل على عظم نصر الله لعباده الموحدين، فإن الله إذا أراد نصرهم في الدنيا فإنه لا يعجزه شيء، وفيه أيضاً دلالة على أن هذه الأسباب الموجودة أن الله عز وجل إذا أراد أن يبطلها أبطلها، فيبطل النار لا تحرق
ويبطل أي سبب، لأن هذه الأسباب مخلوقة خلقها الله عز وجل ليسلكها الناس ويسير عليها الناس، وهي سنن، وإذا أراد الله أن يبطلها أبطلها سبحانه وتعالى. ثم خرج إبراهيم عليه السلام من هذه النار سليماً معافى. انظروا إلى هذا العبد الصالح كيف ينتقل من موقف إيماني إلى موقف إيماني آخر، ثم انظروا إلى موقفه الثالث، وهو أنه بعد أن رزقه الله عز وجل بابنه إسماعيل، وكان إبراهيم قد بلغ فوق 80 سنة لم يأته أولاد، لأن زوجته سارة ما كانت تلد، فلما أهديت لها هاجر أهدتها له لعل الله يرزقه بولد، فرزقه الله عز وجل بإسماعيل. وهنا يأتيه الأمر من الله أن ينتقل بهذه المرأة وهذا الصبي الوحيد إلى أرض مكة، لأن فيها بيت الله، وأنه سوف يبنيه هو وهذا الغلام، فيأتي من بلاد الشام بطفله الرضيع حتى يضعه في أرض جرداء موحشة، لا أنيس فيها ولا زراعة ولا ماء. وهذا لا يفعل ذلك إلا المتوكلون، المتوكلون على الله هم الذين يفعلون مثل ذلك، ولأن هذا الفعل بأمر من الله عز وجل. ولهذا لما تبعته هاجر عندما وضعهم في هذا المكان ورجع تبعته وتقول له: يا إبراهيم كيف تتركنا؟ وهو في العقل البشري ما غير ممكن، غير ممكن أن يكون نبي رحيم يترك امرأة ضعيفة وطفل رضيع وليس عندهم إلا طعام قليل وما قليل في أرض خالية. في العقل البشري لولا أمر الله فإنه غير ممكن، لكن إذا جاء أمر الله فإبراهيم لا يتردد عليه السلام البتة. فتقول: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، أمرني الله بهذا. فقالت: إذن لن يضيعنا ما دام أنه أمرك، فالله عز وجل هو المتكفل بعباده. وانظروا إلى هذه المرأة، أهديت له فآمنت على يديه، أهديت له فآمنت على يديه، كيف بلغ بها الإيمان إلى هذه الدرجة، والثقة في وعد الله عز وجل، والثقة في حفظ الله لها ولرضيعها. وهذا الذي حصل من فضل الله عز وجل، فإن الله عز وجل أنبع زمزم بسبب هذه الحادثة، وصارت مكة بلداً محرماً، حرمها إبراهيم ووضع حدود للحرم، وصار هذا البلد تتعلق به المناسك وتتعلق به فريضة من أعظم فرائض الإسلام، وهي فريضة الحج والعمرة، والناس يفدون إلى هذا البيت وقلوبهم مشتاقة إليه في كل الأوقات. وهذا فضل من الله عز وجل وتوفيق لهذا العبد الصالح ولابنه إسماعيل النبي الكريم الذي صار نبياً بعد ذلك. وهذا النبي تلقى التوحيد والطهر من والديه، من والدته ووالده، فلما شب وبلغ معه السعي لا زال في سن التمييز، يأتي الابتلاء الآخر ويطلب الله عز وجل منه أن يذبحه، الولد الوحيد، ويذبحه قبل أن يأتي إسحاق، لأن الفرق بين إسماعيل وإسحاق أكثر من 10 سنوات، أكثر من 10 سنوات قبل أن يأتي إسحاق.
فما جاء الولد إلا على كبر ومع هذا يؤمر بذبحه فلا يتردد. والعجب ليس منه فحسب ولا من والدته فحسب، بل من الغلام التي لا زال في سن التمييز كيف يفرح ويستسلم لأمر الله عز وجل. وهذا يدل على أن الاستسلام لله عز وجل يكون كما يكون على المحاب يكون في المكاره، يعني لا بد أن تستسلم لأمر الله عز وجل فيما تحب وتكره، وترضى بحكم الله فيما تحب وما لا تحب. فهذا معنى الاستسلام لله عز وجل. وليس العبد لله الذي يكون عبدا في السراء وليس بعبد في الضراء، بل هو الذي يكون على الحالين، وبعد أن يقدم على ذبح ابنه فعند ذلك ينقذه الله كما أنقذ أباه من النار، ويفديه بذبح عظيم بكبش عظيم، وينال الأب وينال الابن أجر الاستسلام لله عز وجل، ولم يحصل من ذلك شيء. فإن الله عز وجل أراد حكمة من هذا الأمر ثم نسخه قبل أن يفعل. وهذه من فوائد النسخ ومن حكم النسخ التي تأتي بالقرآن، أن يتوجه الناس للعمل سواء عملوه فترة أو توجهوا بقلوبهم لعمله ثم صارت الحكمة من الله عز وجل في غيره. هذا أبونا إبراهيم الذي أنجب إسماعيل، والذي بشره الله عز وجل أن يكون من نسله هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وهما يشتركان في الخلة، يشتركان في الخلة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكني خليل الرحمن، اتخذني الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل هو الذي حاز على درجة عالية من المحبة، فقد حاز عليها إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما جميعا. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق، هو ابن إبراهيم، بشره الله عز وجل به على لسان الملائكة لما جاءت تريد أن توقع العذاب بقوم لوط. ولوط بالمناسبة هو ابن أخ إبراهيم، ابن أخ لإبراهيم، ونبي كريم، وكان قومه من أفسد الناس، إضافة إلى شركهم فإنهم أصحاب شذوذ وانحراف، ما سبقهم لهذا الشذوذ أحد من العالمين، هذا الشذوذ ما سبقهم إليه أحد من العالمين. فانتقم الله تبارك وتعالى من هؤلاء لشركهم ولشذوذهم. لكن الملائكة جاءت إلى إبراهيم في صورة بشر، وكان يظن أنهم أضياف مسافرون، وكان إبراهيم في غاية من الكرم، وهكذا شأن الأنبياء فإنهم أهل كرم، شأن الأنبياء أهل كرم. النبي يكون يهيئه الله تبارك وتعالى فيكون من أشجع الناس ومن أكرم الناس ومن أعقل الناس، يهيئه الله عز وجل للنبوة لأنه قدوة، والقدوة لا يكون فيه شيء يحول بينه وبين الاقتداء به، فهم في غاية من الكمال البشري، لكن الكمال البشري له حدود، فهم ما خرجوا من البشرية إلى غيرها، لكنهم من أكمل البشر. ولهذا
بادر وجاء بعجل حنيذ لأضيافه، فرأى أنهم لا يأكلون، وهذا يدل على أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب، ولو كانوا يأكلون لأكلوا ضيافة إبراهيم، فاستنكر يقدم لهم عجل حنيذ يعني متعوب عليه في طعام طيب وما يأكلون معنى في شيء، فأخبروه أنهم ملائكة وأنهم جاءوا إلى انتقام من تلك القرية، فأخبرهم أن فيها لوط، قالوا نحن نعرف اللي فيها، يعني أهل الإيمان منها سوف ننجيهم، ثم بشروه بأنه سوف يولد له ولد من زوجته سارة، ولهذا تعجبت تقول يعني هو كبير في السن وأنا عجوز، لكنهم قالوا لا أتعجبين من أمر الله، يعني أمر الله عز وجل إذا جاء حصل، فرزقه الله عز وجل بإسحاق، بل وبشره الله سبحانه وبشره الله بيعقوب حفيد بعد إسحاق، هذا نبي وهذا نبي، وجعل في ذريتهم النبوة والكتاب، وهذا من لأن بعض الناس وجد عند أهل الكتاب يقولون الذبيح الذي استسلم للذبح هو إسحاق، لكن الصواب أنه إسماعيل، والدليل على أنه إسماعيل هو هذه البشارة، لأنه لو كان إسحاق فإن الله قد بشر إبراهيم بأن إسحاق سوف يأتي له ابن اسمه يعقوب، فلو كان أمره أن يذبحه وهو غلام وهو مبشر بأنه سوف يأتي فهذا ما يحصل، هذا ما يحصل، وهذا من أقوى الأدلة على أن الذبيح هو إسماعيل، أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، وأما إسحاق فإن الله عز وجل بشره بيعقوب، بشر إبراهيم بإسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب، وهو نبي كريم ومن ذريته أنبياء ومنهم يعقوب ذكره هنا، وهذا يعقوب هو صاحب الصبر العظيم الذي صبر على فقد يوسف عليه السلام، والذي ذكر الله عز وجل قصته في القرآن، فكل هؤلاء، ولهذا قال الله عز وجل واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أولي الأيدي والأبصار يعني أصحاب القوة والعزيمة، والعزيمة فيهم ظاهرة، أولي الأيدي والأبصار والبصيرة في الحق، أصحاب القوة في الحق والعزيمة والبصيرة والفقه في دين الله عز وجل، ثم ذكر ما فعل الله عز وجل بهم فقال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، والمراد بالدار هي الدار الآخرة، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء ذكر الآخرة مسيطر عليهم، عملهم للآخرة، وهذا لا يمنع أن غيرهم كذلك، لكن هذا مما أثنى الله عز وجل بهم به عليهم أنهم أن اهتمامهم وقلوبهم خالصة لذكر الدار الآخرة، ولهذا يدعون إليها ويعملون لها ويحسبون حسابها، والسلف فسروا الآيات بهذا، أولاً في موضوع أولي الأيدي قالوا يعني القوة في طاعة الله والأبصار يعني البصر في الحق، وهذا تفسير مجاهد، وأيضاً ابن عباس قال أولي القوة والعبادة
والأبصار يقول الفقه في الدين. وقلنا لكم أظن إن ما أكملنا الموضوع في الدرس السابق أن هذه الآية لا حجة لها في الذين يفسرون اليدين التي خلق الله عز وجل آدم بها بأنها القوة ويحتجون بهذه الآية، فقولهم باطل لا حجة لهم، لأن اليدين التي ذكرها الله عز وجل ذكرها مثناه، فليس المراد بها القوة، فيكون معنى ذلك أنه خلق آدم بقوتين ولا بقدرتين، ليس هذا المراد. لكن الأيدي إذا جاءت فإن المراد بها القوة، واليدين إذا جاءت أو اليد مفردة فجاء أنها مبسوطة والسماوات مطويات بيمينه إلى غير ذلك، فهذه كلها فيها إثبات اليدين لله عز وجل. لكن لا يرد في الذهن أن هذه أن هذين اليدين مشابهة لأيدي المخلوق، فإن الله ليس كمثله شيء، ولا يجوز النسل عن كيفيتها، فإن الكيفية لا يستطيع أن يعرفها أحد إلا من رآها، ولا أحد من البشر رآها، لكن موصوف الله سبحانه وتعالى بأن له يدين وأن له يمين وأن له أصابع يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع إلى غير ذلك، فهذا كله ثابت، ولا يؤخذ من هذه الآية إبطال المحكمات التي جاءت بوصف الله سبحانه وتعالى بهذا، فإن النصوص متكاثرة في القرآن والسنة بإثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، والذين ينفون ذلك حجتهم أن لو أثبتنا له يدين لصار ذلك فيه مشابهة للمخلوق، ولو مشوا على هذا القانون المنحرف لقالوا أيضاً لا نثبت له عينين ولا نثبت له كلام لأن المخلوق يتكلم، وفعلوا ذلك، أنكروا الكلام وأنكروا العينين وأنكروا اليدين إلى غير ذلك. فهل من المعقول أن يخاطب الله عز وجل الناس بلغة واضحة عربية وهي تدل على باطل؟ وهل من المعقول أن لا ينبههم الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان ما تدل عليه باطل، وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق وأقدر على البيان؟ هذا لا يمكن البت، هذا لا يمكن البت، بل هو إجماع عند السلف، ولم يخالف فيه إلا أهل الزيغ الذين قدموا عقولهم على النصوص الشرعية، ولا حجة لهم في مثل هذه الآية، لأن هذه الآية مثل قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فهذه ليست من آيات الصفات، بنيناها بأيد يعني بقوة، لأن الله سبحانه وتعالى اختص آدم أنه خلقه بيده والتوراة كتبها بيده، ولم يرد أنه اختص السماوات أنه بناها بيده، وإنما قال له كوني فكانت كما قال لبقية الخلق، قال كوني فكانت. فهاتين الآيتين أولي الأيدي والأبصار والسماء بنيناها بأيد ليست من آيات الصفات التي فيها إثبات اليدين، والذين يحاولون أن يشوشوا ويلبسوا على أهل العقيدة الصحيحة بمثل هذا فهذا من التلبيس، وهو من اتباع المتشابه، لأن الله أخبرنا أن القرآن فيه محكم ومتشابه، والصواب أن يرد المتشابه إلى المحكم، وأنه لا يتبع المتشابه إلا من كان في قلبه زيغ. وقال مجاهد في قوله عز وجل إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار قال جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم غيرها، يعني أكبر همهم الآخرة. وكذلك قال السدي ذكرهم للآخرة وعملهم لها،
وقال مالك بن دينار: نزع الله تعالى من قلوبهم حب الدنيا وذكرها، وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. وقال سعيد بن جبير: يعني بالدار الجنة، يقول: أخلصناها لهم بذكرهم لهم. وكل هذه التفاسير هي قريبة من بعضها، والمراد ليس معنى ذلك أنهم مثل النصارى الذين يحتقرون الدنيا ولا يرون أن الغني يدخل الجنة، فإن من خرافات النصارى أنهم يقولون: دخول جمل في ثقب إبرة أسهل من دخول غني ملكوت الله عز وجل. هذا كلام باطل البتة، لكن المراد أنهم عرفوا حقيقة الدنيا وأنها مرحلة قصيرة، وعرفوا حقيقة الآخرة وأن مرحلة لا تنتهي، فصار عملهم للمرحلة التي لا تنتهي. وهذه الدنيا هي وسيلة من الوسائل التي لا تشغلهم عن الآخرة. ولهذا من كانت الدنيا همه، يعني هي غاية ما يريد ومطلبه، فهذا يختلف عن من كانت الآخرة همه ومطلبه ورغبته. فمن كانت الآخرة همه ومطلبه ورغبته فهذا يدل على يقينه بها، أنه موقن. ومن كان لا يلتفت بها لها ولا يرفع بها رأسا، وإنما سعيه وكدحه للدنيا فقط ولا ترد الآخرة، فهذا يدل على أنه بخلاف هدي الأنبياء الصالحين. ولهذا قال بعد ذلك، قال الله عز وجل: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، يعني هؤلاء الأنبياء الذي أمره الله عز وجل أن يذكرهم، فهم من المصطفين الأخيار. مصطفى يعني اختير لحمل هذه الرسالة، فهذا ثناء عليهم أنهم من المصطفين الأخيار. وكل الأنبياء كذلك، مر معنا الحديث عن سليمان وعن أيوب وعن داود، فكلهم من المصطفين الأخيار. وهنا ذكر هؤلاء، وقد ذكر جملة من الأنبياء قبل ذلك وسوف يذكر بعدهم أيضا، لأنه قال بعد هؤلاء: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. وإسماعيل مر معكم موقفه الإيماني لما أمر الله أباه إبراهيم أن يذبحه، ثم أنعم الله عز وجل عليه بالنبوة والرسالة، وأنعم الله عز وجل عليه ببناء هذا البيت العظيم مع أبيه إبراهيم، فقد بنى البيت مع أبيه إبراهيم وأكمله، وكملوا مناسك الحج، ثم بقي إسماعيل في هذه البلاد، ومن ذريته جاء محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ليس من ذرية إسماعيل أنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أما ذرية إسحاق فجاء منهم أنبياء كثير، لأن بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، إذا مات نبي جاء نبي، وإذا مات نبي جاء نبي، ففيهم أنبياء كثير. ولكن في هذه البلاد ما جاء بعد إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من ذرية إسماعيل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرمي بالنبال ويقول: ارموا فإن أباكم كان راميا، إن أباكم إسماعيل كان راميا، يعني أتقنوا الرمي، فإن أباكم. فهذا يدل على
أن العرب من ذرية إسماعيل، إن أباكم إبراهيم كان راميا، وذلك أن إسماعيل لما كان في مكة ليس فيها لا زروع واد غير ذي زرع، وكانوا يقتاتون على الصيد الذي يصيدونه برمي النبال. وتذكرون القصة العظيمة لما جاء إبراهيم عليه السلام إلى زوجة إسماعيل، وإسماعيل ذهب للصيد غير موجود، فسألها عن حالهم وهي لا تعرف أنه إبراهيم، وهو قد تزوج امرأة من العرب، وكان يعني في غاية من النفاسة، العرب يتسابقون على تزويجه. فسألها عن حالهم فقالت: نحن في أشد حالة وفي ضيق، وشكت إليه. فقال: إذا جاء إسماعيل فمريه يغير عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل قال: من جاءكم؟ فأخبرته. قال: وماذا قال؟ قالت: قال كذا. قال: فأنت عتبة بابي، الحقي بأهلك. وهذا في درس عظيم للنساء المؤمنات، يعني المفروض مهما كان في البيت من ضيق وفقر ألا تشكو للخلق، وإنما ترغب إلى الله سبحانه وتعالى وتثني على الله تبارك وتعالى. وأن المرأة المتبرمة الشاكية هذه مخالفة لهدي الأنبياء، قال: مريه أن يغير عتبة بابه. فجاء في المرة الثانية فوجد، لأنه طلق هذه المرأة وزوجوه، فكانت نفس الحالة، وهذه المرأة ما قالت كذب، كانوا فعلا فقراء، لكنها لا ينبغي أن تشكي حالها وتظهر الجزع، وإنما ترغب إلى الله عز وجل وتتعفف. فقال: مريه أن يغير عتبة بابه، فألحقها بالأولى، ثم رزقه الله امرأة شاكرة صابرة. فجاء إليها فقالت: قال: كيف أنتم؟ فأثنت على الله خيرا، وقالت: في خير وستر من الله عز وجل. فقال: ما طعامكم؟ قالت: الماء واللحم. يعني ليس فدع الله عز وجل أن يبارك لهم في طعامهم وشرابهم، ولهذا ماء زمزم ماء مبارك، واللحم في مكة لا يضر صاحبه. يقول بعض العلماء أنهم جربوا أن الماء مع اللحم فقط لا يوافق طبائع الناس إلا في مكة، يعني ممكن تكون في مكة تجلس 6 أيام 7 أيام 10 أيام تأكل لحم وتشرب ماء إذا ما في طعام آخر، ولا يضرك هذا بسبب دعوة إبراهيم عليه السلام، ولأن الله عز وجل مهيئ مكة أنه سوف يكون فيها الهدي، والحجاج يأتون بالهدي والأضاحي إلى غير ذلك، فهي أكثر ما يكون اللحم فيها، ولهذا يحتاج أهلها أن يكون اللحم يوافق أجسامهم، فلهذا دعا لهم بالبركة في الماء وفي اللحم. وهذا فكان إبراهيم كان إسماعيل رجع من الصيد، فلما جاء قالت: جاءنا الرجل وقال: ثبت عتبة بابك. فقال: أنت العتبة وهذا أبي، وأمرني أن أثبتك زوجة عندي. وكان إسماعيل جالس في ظل دوحة، والدوحة هي الشجرة الكبيرة الظليلة، يعني لها ظل، فكان جالس يبري نبلا، النبل اللي يرمي به يصنعه. وهذا فيه عبرة بحال الأنبياء، فليس كثرة الترف تدل على محبة الله للعبد، وإلا
فإن الله قادر على أن يسير الجبال معهم ذهبا، لكن عاشوا هذه الحياة المتقشفة لحكمة يعلمها الله عز وجل. فكان يبري النبال، فجاء إبراهيم وسلم عليه وقال له إن الله أمرني أن أبني البيت هنا، تعينني؟ قال نعم أعينك. فصار إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجر الذي يبنى به وما يبنى به. طبعا يعني هنا يرد التساؤل، والقصص في القرآن يأتي منه موضع العبرة ولا تأتي التفاصيل. يعني في التفاصيل، يعني هل إبراهيم يأتي ثم يرجع ما قابل إسماعيل المرة الأولى والمرة الثانية؟ هل إبراهيم يوم أن وضع الرضيع ما عاد يدري عنهم ولا رآهم ولا شافهم؟ هذه التفاصيل والقصص ما لأن القصص القرآني يذكر موضع العبرة، موضع العبرة التي يريد الله أن يكشفها لنا، وما عدا ذلك فهو لا يعنينا كثيرا. ولهذا خاض المفسرون في هذا الأمر، وأكثر الذي ذكروه من كلام بني إسرائيل، فقالوا أنه كان يأتيهم باستمرار ويأتيهم على البراق، والبراق تعرفونه الذي سخر للرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء، في ليلة الإسراء، فإنه شبيه بالفرس وسريع الخطو، وانتقل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، فهو سريع الخطو، وربطه هناك وعرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، ثم أعيد وجاء على البراق وأصبح في مبيته الذي رأوه نائما فيه، أصبح في مبيته، وقدرة الله عز وجل لا يحد أحد. المهم هذا إسماعيل هو نبي كريم، وهذه حالته، وكان راميا، ولهذا ولأن الرمي من وسائل الجهاد، ولهذا ينبغي على الأمة الإسلامية أن تهتم بالرمي وأن تتقن الرمي، لأن أمة معدة للجهاد. يعني لو كان في هذه الرياضات التي غزت الناس من كل حدب وصوب، لو كان فيها تعليم أبناء المسلمين على إتقان الرمي، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، لو كان فيها تعليم أبناء المسلمين على إتقان الرمي وركوب الخيول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولا ينبغي للأمة الإسلامية أن تكون مقلدة تابعة تفعل مثل ما يفعل من لا خلاق لهم، كما يفعلون تفعل، فإن هذا لا يليق بالأمة الإسلامية. ينبغي أن يكون عندها اعتزاز بدينها. العجيب في الأمر أنك تجد القوميين العرب يعتزون بالتراث العربي القديم، يعتزون بالتراث العربي القديم، وإسماعيل أبو العرب ما يعتزون بتراثه، مما يدل على أنهم لا يعتزون إلا بتراث منحرف مرتبط بالجاهلية، لأن يعني بعض المنحرفين ينفرون من الإسلام، وإلا إسماعيل أبو العرب، وتجدهم يدندنون على تراث العرب وأهميتها، لكنهم لا يبحثون إلا عن تراث أهل الجاهلية وأسواق أهل الجاهلية وحركات أهل الجاهلية وأشعار أهل الجاهلية فقط. لكن أين تراث إسماعيل؟ أين توحيد إسماعيل؟ أين سيرة إسماعيل الذي أمرنا الله بذكرها في القرآن؟ أين هذه؟ مما يدل على النبتة السيئة لبعض المذاهب المنحرفة، الأفكار المنحرفة، لأنها نبتت في منبت سوء، فبعض هذه النبتات أصلاً هي من النصارى، والناس يعرفون كيف تسربت هذه
من مشي العفلق النصراني ومن على شاكلته، فهم الذين صرفوا هذه الرايات الجاهلية للمسلمين لصرفهم عن الاعتزاز بدينهم وبأحكام دينهم. واذكر إسماعيل واليسع، واليسع هذا نبي كريم من أنبياء بني إسرائيل، فلما ذكره الله عز وجل دل على مكانته وصلاحه. وذا الكفل اختلفوا فيه هل هو نبي أم رجل صالح، وهنا ذكره الله في سياق الأنبياء، وهذا الاختلاف مبناه على بعض ما ذكر من روايات فيها غرابة وما ذكر عن أخبار بني إسرائيل. فقيل إن ذا الكفل هذا تكفل لليسع أن يسوس قومه سياسة حكيمة، فجربه ثم أسند إليه الأمر، وكان من أحسن الناس في سياسة قومه. الذي يعنينا هنا أنه ذكر في السياق مع الأنبياء وأثنى الله عز وجل عليه، وأنه من أهل التوحيد، ولهذا أمرنا أن نذكر سيرته وسيرة اليسع وإسماعيل. والله قال عز وجل وكل من الأخيار، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. هذا ذكر، والإشارة هنا للقرآن، يعني هذا القرآن ذكر يذكرنا الله عز وجل فيه بما أوجبه علينا وبما يعيننا على ما أوجبنا عليه، ثم يبشرنا إن للمتقين مآبا حسنا، والمآب هو المرجع إلى الله عز وجل. فالمتقون ليسوا كالفجار، بل مرجعهم إلى الله عز وجل، لهم مرجع حسن. قال السدي هذا ذكر يعني القرآن، ولهذا الذي يقرأ القرآن يعطيه الله عز وجل أكثر مما يعطي الذاكرين، فهو ذكر لله سبحانه وتعالى. ثم فسر هذا الحسن المآب ما هو، وإن للمتقين لحسن مآب، ما هذا المآب الحسن؟ قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. قال ابن كثير إن لهم في الدار الآخرة لحسن مآب، وهو المرجع والمنقلب، ثم فسره بقول جنات عدن، والمراد عدن إقامة، يعني جنات إقامة، إقامة لا تنتهي. العدن مكان الإقامة، جنات عدن إقامة، أي جنات إقامة مفتح لهم الأبواب. قال والألف واللام هنا بمعنى الإضافة، كأنه يقول مفتحة لهم أبوابها، أي إذا جاءوها فتحت لهم أبوابها. وأبواب الجنة ثمانية، وإن كان في باب للصائمين ونحو ذلك، لكن هذا الباب هو من الثمانية، وإنما يدعى الصائمون يقال تعالوا من ها هنا، وفيه من يقال له تعال من هنا، وفي باب الصدقة يقال تعال من هنا. ولهذا لما قال، لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأبواب، وأن من كان أكثر عمله عملا محددا فإنه يدعى من هذا الباب، فيدعى أهل الصدقة من باب الصدقة، وأهل الصيام من باب الصيام ونحو ذلك. فقال أبو بكر يا رسول الله هل فيه أحد يدعى من الثمان الأبواب كلها، يعني الثمان الأبواب يقال له تعال من هنا، كل أهل باب يقول تعال من هنا. قال نعم، وأرجو أن تكون أنت،
أنت منهم، يعني أرجو أن تكون أنت يا أبا بكر من هؤلاء، يعني لكثرة تنوع أعماله الخيرة، لكثرة تنوع أعماله الخيرة ونوعية هذه الأعمال، يعني لها كيفية خاصة من قوة الإخلاص والصديقية واليقين. ولهذا لما كما مر معنا أنه يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذ من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليل. يعرف الإنسان السبب لمكانة أبي بكر عند الله عز وجل، لمكانة أبي بكر عند الله عز وجل التي لا يضاهيها غيره. ولهذا أجمع الصحابة على أن أفضل الصحابة أبا بكر رضي الله عنه، أن أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولعنة الله على من يلعنه ويطعن فيه كما تفعل الرافضة الأنجاس الذين يطعنون فيه ويكفرونه ويتركون هذه الأحاديث العظيمة الثابتة في الصحيحين وفي غيرها، لأنهم لا يعنيهم لا صحيحين ولا غيرها، نبتة يهودية من أتباع عبد الله بن سبا اليهودي، ولا من يخرق إجماع الصحابة كلهم على فضلية أبي بكر الصديق ويطعن فيه ويلعن فيه. وأيضا ذكر هنا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إن في الجنة قصرا يقال له عدن، حوله البروج والمروج، له 5000 باب، عند كل باب 5000 حبرة، لا يسكنه إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عدل. لكن هذا الأثر في سنده ضعف، قال المحقق: سنده ضعيف لضعف عبد الله بن مسلم ابن هرمز. وقول متكئين فيها قيل متربعين، متربعين، والتربيع يسمى اتكاء، بعض العلماء يسميه اتكاء. ولهذا بعض الناس من يسمي التربع اتكاء فإنه لا يحبذ التربع على الأكل إلا لمن كان لا يستطيع،